Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Piareka Andaresta, mahasiswi STIKES Muhammadiyah Palembang, program studi D3 Kebidanan. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung dan berkuliah di STIKES Muhammadiyah Palembang serta tinggal di asramanya. Kenapa? Karena di sini tidak hanya mengajarkan ilmu kesehatan ataupun duniawi, tetapi juga mengajarkan ilmu akhirat. Contohnya, kami diajarkan untuk mengaji, menghafal, serta mengamalkan Al-Quran. Nah, baru saja kemarin kami melaksanakan wisuda tahfiz para penghafal Al-Quran diadakan di auditorium STIKES Muhammadiyah Palembang. Wah, keren juga ya, Kak. Tapi jadi pengen dengar mereka ngaji deh, Kak. Nah, kebetulan banget. Sekarang anak-anak tahfiz mau mempersembahkan sebuah video mengaji Quran Surat Al-Mulk. Beneran, Kak. Aduh, jadi gak sabar pengen dengernya ya, Kak. Oke, ini dia penampilan dari tahfiz STIKES Muhammadiyah Palembang. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basar hal taro min futur. Summa rji'il basar karwatayni yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألكم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَحْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي
في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم.